مكملين معكم مشاهدينا استثنائيا بفقرة عالم ثاني من المملكة العربية السعودية وتحديدا جدة ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بنسخته الأولى. هالنسخة يلي كانت تحت عنوان جوانح التغيير أو Wings of Change، وبالفعل كان ملفت جدا المظاهر التغييرية يلي شفناها، إن كان عبر الأفلام يلي صار معروض العشرات منها ويلي مواضيعها تعرض لأول مرة داخل المملكة العربية السعودية، أو إن كان عبر النجوم المشاركين والوجوه المعروفة وأزيائهم وطريقة دخولهم ومشاركتهم خلال المهرجان، وإن كان عبر النشاطات الثقافية والفنية المميزة يلي حصلت داخل سوق البلد أو السوق القديم بجدة يلي فيكن هلأ تشوفوا لمحة عن يلي صورناه منه. خليني بلش بالموضوع الأبرز يلي لفتني ولفت كتار، وهو تكريم المرأة والاحتفاء بدورها بالسينما خصوصا خلال هالمهرجان. فكان من اليوم الأول التكريم للمخرج السعودية هيفاء المنصور والنجم المصري ليلى علوي والفنانة العالمية كاترين دونوف. بعد 5 أيام من المهرجان هيك أخذنا بعض الآراء بخصوص هالموضوع بالذات، نسمعه سوا. خبريني الانطباعات، يعني هيدا مشهد جديد عم نشوفه اليوم بالسعوديه وبشده خصوصا، كنت تتوقع يوما ما انه يصير هيدا المشهد؟ كنت بحلم به والحلم يتحقق، ما كنتش متوقعه، بس كنت حاسه ان هو جاي بالذات اخر السنين. سعيده جدا جدا بجد ان في صالات سينما، ان الناس بتحرض الافلام من مصر ومن العالم كله في دار العرض في السينما، الاسر والعائلات والشباب. سعيدة جدا 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 بالمهرجان، وطبعا ثانك يو للتكريمي. يعني انا حاسه ان في نقله عظيمه وحضاريه وثقافه وفن وابداع للمملكه كلها. المراه الان لا يسلبها حقها الا ذاتها فقط لا غير. انت من هذا الدعاة وما بتسمحي لاي؟ لا، انا لست بنسويه، لكن انا من نصيرات المراه، من نصير من انا اؤمن انه الانسان، يعني انه الامور، انه الدنيا تؤخذ غلابه، انه الحقوق تنتزع ولا تعطى. ما اقدر انا اقعد مربع يديني ومستني انه المجتمع يعطيني حقي. اسعى واسعى واسعى، اكيد لازم يكون في دعم مؤسساتي وحكومي، لكن ما دام هذا الشيء موجود فكل اشياء ثانيه لازم انا اسعى لها، انا لازم اشتغل عليها. أوكي. كيف ترين المراه بعد سنوات بالسعوديه؟ يعني هلا كان الخطوه الاولى او خطوات الاولى بلشت اراها في المقدمه، كقائده، كام، كاخت، كموظفه، كمبدعه، ككل شيء. يعني كل المجتمعات تعتمد على المرأة، فهي مهم المرأة، احنا الأساس. الموضوع الثاني المهم هو طبعا مشاركة الأفلام اللبنانية داخل هالمهرجان. الأفلام الخمسة هن دفاتر مايا، امرأة فضاء، بيروت هولدم، البحر أمامكم، ومفاتيح مكسرة. طبعا إذا بدنا نلتقي بفريق الإنتاج لكل فيلم رح ياخذ معنا وقت طويل، ولكن كان لنا الحظ أنه نلتقي على القليل لنشرة الأخبار مع الممثل فادي أبي سمرة والممثل المسرحية باتي توتل. نحضر سوا شو خبرونا. العنوان مثل ما عم بتقول جوانح التغيير، فعلا انه انا شفتها، صار لي يومين بالمهرجان عم شوف الحركه، عم شوف الناس، عم شوف الشباب السعودي بالتحديد قديش طواق وعنده شغف رهيب ليعمل سينما، ليعمل، ليحكي قصته، ليقول اوجاعه، ليحكي مشاكله ويعبر عنها بالفن، لانه بالاخر السينما شو هي؟ السينما هي الحياه. انا شخص ما بيفقد الامل، انا شخص دائما بفتش على الضوء ولو كان من محل بعيد. بتمنى نضل كلبنانيين هيك. صعب كتير اللي بدي أقوله والظروف اللي عم نمرق فيها، بس بتمنى ما نفقد الأمل. أول مرة، ويعني شيء ببشر بالخير، لأنه عن جد مشغول المهرجان بطريقة كتير 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 بروفيسيونيل، شيء كتير بيفرح القلب. ولكن بضل نحن جوا اللبنانية على طول في عنا جرح، لأنه عم ان نحن الاحوال اللي عم نعيشها كثير صعبه. بطل الفن والثقافه الاولويه عندنا بلبنان، صار انه الواحد ياكل ويشرب والاشياء اليوميه، فنسيوا السينما ونسيوا